السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو والذي سنخصصه للحديث عن آفاق شعبة البيولوجيا. إذن هذا الفيديو تهم بالأخص الناس اللي الله تفعوا لهذه الشعبة في الجامعة ولكن ما عارفينش الآفاق ديالها، وكذلك تهم الناس اللي واخدين الدوك والناس اللي واخدين لاليسونس، حيث غنتكلم على الآفاق ديال كل ديبلوم. إذن نبدأ. ليسونس فوندامونتال دو لافي، إجازة الأساسية في علم الحياة. إذا باش الطالب يحصل على هذه الإجازة ضروري يقرا 3 سنين الأولى في الجامعة، وهذه 3 سنين هي مقسمة لستة ديال السيمستر، يعني ستة ديال الفصول. إذا باش الطالب يحصل على الإجازة ضروري يقرا البروميير اني والدوزيام اني والتخوازيام اني وينجح في ستة ديال الفصول. هاد ستة ديال الفصول هي مقسمة على هاد 3 سنين. بالنسبة للبروميير اني كاين السيمستر الأول والسيمستر الثاني، يعني الفصل الأول والفصل الثاني. بالنسبة للدوزيام اني كاين السيمستر الثالث والسيمستر الرابع، يعني الفصل الثالث والفصل الرابع. بالنسبة للتخوازيام اني كاين السيمستر الخامس والسيمستر السادس، يعني الفصل الخامس والفصل السادس. الطالب ملي تيقرا البروميير اني والدوزيام اني، يعني عامين الأولى في الجامعة، تيحصل على واحد الدبلوم اللي هو الدوك، اللي هو ديبلوم ديتود يونيفرسيتير جينيرال، واللي عنده الآفاق ديالو. يعني اون فوا الطالب يقرا عامين الأولى بلا ما يكمل العام الثالث راه تيحصل على هاد الديبلوم. بينما الطالب إلا قرا البخوميييغ اني والدوزيام اني والتخوازيام اني تيحصل على الإجازة في الدراسات الأساسية، ليسونس فوندامونتال دو لافي. وهاد الإجازة هي عندها آفاق بزاف مقارنة مع الدوك اللي تيحصل عليه الطالب في عامين. يعني من احسن الطالب يركز على هذه الاجازه. دابا نمشيو نتعرفوا على المواد اللي تتقراو في هذا المسلك. بالنسبه للبروميير اني والدوزيام اني والنص ديال التخوازيام اني، تتقراو مواد اللي هي مشتركه على الصعيد الوطني، ترون كومون ناسيونال، يعني من اس ان حتى لاس ان تتقراو مواد اللي هي تعطي معلومات اساسيه للطالب فيما يتعلق بالانسان وما يتعلق بالحيوانات، ايضا ما يتعلق بالمتعديات المجهريه وما يتعلق بالنباتات. بالنسبه للفصل الاخير اللي بقى اللي هو كاين في التخوازيام اني اللي هو الفصل السادس، هنا تيكون خيارات عند الطالب، يعني تيختار داك الشيء اللي باغي يقرا بالضبط. مثلا الطالب عنده ميول داك الشيء اللي متعلق بالبيئه راه تيختار توجه ديال البيئه، وهنا يعني الجامعات المغربيه تعطي بزاف ديال التوجهات اللي كيتسموا لي باركور اوبسيونيل. مثلا قلنا الطالب عنده ميول داكشي اللي متعلق بالبيئه راه غيختار الباركور ديال البيئه، اولا عنده ميول داكشي اللي متعلق بالصحه راه غيختار الباركور ديال الصحه، اولا عاوتاني الا عنده ميول داكشي اللي متعلق بالنباتات غيختار الباركور ديال النباتات. دابا نتعرفوا على الاهميه ديال الدوك ديال هاد الدبلوم اللي تيحصل عليه الطالب ملي تيقرا البروميير اني والدوزيام اني. اذا الطالب ملي تيقرا هاد العامين الاولى في الجامعه تيحصل على الدوك اللي تيخولو باش يكمل العام الثالث ويحصل على لا ليسونس، يعني الاجازه. هنا عندنا جوج انواع ديال الاجازه، كاينه لا ليسونس فوندامونتال وكاينه لا ليسونس بروفيسيونيل. بالنسبه للنوع الاول اللي هي لا ليسونس فوندامونتال، هنا بمجرد الطالب يكمل العام الثالث وعلى حساب الباركور اللي اختار تحصل على هاد لا ليسونس فوندامونتال. بينما لا ليسونس بروفيسيونيل هي مختلفة تماما على لا ليسونس فوندامونتال، حيت في هاد لا ليسونس بروفيسيونيل تيكون انتقاء، يعني غير واحد النسبة ديال الطلبة اللي تحصلوا عليها. وهنا كاينين جامعات مغربية اللي تتمنح هاد لا ليسونس بروفيسيونيل، كاين مثلا فاكولتي دي سيونس، كاين فاكولتي دي سيونس اي تكنيك اف اس تي، وكاين او اس تي اللي هي ايكول سوبيريور دو تكنولوجي. وعلى سبيل المثال كاين او اس تي اللي كاين في اكادير اللي هي المدرسه العليا للتكنولوجيا، وهي اللي متخصصه في جيني المونتير اي بروتيكسيون دو لونفيرونمون. المثال الثاني اف اس بنمسيك اللي كاين في كازا اللي هي متخصصه في سيونس اي تكنولوجي دو لابوراتوار سبيسياليتي بيو تكنولوجي. ايضا المثال الثالث اللي هو او اس تي اللي كاينه في مكناس اللي الموضوع ديالها اكواكولتير جيستيون ديورابل دي زيكوسيستيم اكواتيك. اذا باش نعرفوا بالضبط الفرق بين لا ليسونس فوندامونتال ولا ليسونس بروفيسيونيل،
بالنسبة لا ليسونس فوندامونتال هي تدخل الطالب باش يكمل الماستر أو يكمل الدكتوراه، بينما لا ليسونس بروفيسيونيل هي تديك مباشرة لسوق الشغل، يعني الطالب تتسبيسياليزيه في واحد الدومين. وهنا بالإضافة لهذا الشيء، يعني شفنا باللي الدوك تيخول الطالب باش يكمل العام الثالث ويحصل على لا ليسونس، أيضا كاين توجه ثاني اللي هو الولوج للبروميير اني دو لا فيلي دو سيكل انجينيور، يعني الولوج للسنة الأولى من سلك المهندسين. وكاينين جامعات مغربية اللي تتمنح هذا التوجه، مثلا كاينة ايكول سوبيريور دو جيني بيوميديكال اللي كاينة في كازا، واللي الموضوع ديالها جيني بيوميديكال. ايضا المثال الثاني EVST اللي كاينة في مراكش اللي الموضوع ديالها اندستري اي سيكوريتي دي زاليمون. ايضا كاينة EVST ديال فاس اللي الموضوع ديالها اندستري اغرو اليمونتير. وايضا المثال الاخر اللي هي EVST ديال ستات اللي هي كلية العلوم والتقنيات، واللي الموضوع ديالها جيني دولو اي دو لونفيرونمون. وكاينين ايضا لي زيكول ناسيونال دي سيونس ابليكي اللي تمنحو ايضا افاق بزاف، رغم انني ما ذكرتش الامثله ديالهم، يعني راهما بزاف وممكن لاي واحد يدخل في الانترنت باش يعرف هذه المعلومات. وايضا بالاضافه لهذا التوجه الثاني اللي شفنا اللي تيخول ليه دوغلي ولا بروميير اني دو لا فيلي دو سيكل انجينيور، كاين توجه ثالث اللي هو الولوج لا بريباراسيون دي كونكور داكسي او زيتود دو فارماسي، يعني الولوج لكليات الطب والصيدلة. وهنا كاينين جامعات مغربية اللي تتمنح هاد التوجه، مثلا كاينة كلية الطب والصيدلة بالرباط، وايضا كاينة فاكولتي دو ميديسين دو فارماسي في كازا، وايضا كاينة كلية الطب والصيدلة في اكادير. هنا ايضا كاين توجه اخر اللي ممكن الطالب يكمل فيه ملي تيحصل على لا ليسونس ديالو، وهو انه يكمل الماستر والدكتوراه. هنا كاينين جامعات مغربيه اللي تتمنح هذا التوجه، مثلا كاينه فاكولتي دي ميديسين اي دو فارماسي، كاينه فاكولتي دي سيونس اي تكنيك، كاينه فاكولتي دي ميديسين دونتير اف ام تي، وكاينه ايكول نورمال سوبيريور او ان اس، وكاينه ايضا فاكولتي دي سيونس. وهنا بالاضافه لهذا الشيء كامل، يعني شفنا بلي لا ليسونس تدفع الطالب باش يكمل قرايتو، يعني باش يكمل في التعليم. هنا ايضا ما نساوش بلي لا ليسونس راه تدخل الطالب باش يمشي ديريكت لسوق الشغل. وهنا مثلا الولوج لسلك الشرطه يعني لا بوليس، وهنا تكونوا اختبارات لبعض العناصر باش يمشيوا لما يسمى لا بوليس تكنيك اي سيونتيفيك، يعني الولوج للشرطه العلميه. وايضا كاين لونسينيومون يعني الاجازه حتى هي تديك للتعليم. وايضا اخر حاجه هي لي سوسيتي، يعني ممكن بلا ليسونس تخدم في شركات متعدده. اذا هنا تيسالي هذا الفيديو، وهذه تحيه مني لكم، ونسال الله التوفيق والسداد للجميع.